ستلاقوا في بعض الافلام الامريكيه بنتفرج عليها بنشوف حاجه اسمها مخبر خاص، اللي هو بيساعد العداله بانه بيدور على الادله وبينفذ احكام وبيقبض على الناس، بيقبض على الناس احيانا. هل يا ترى مفهوم المخبر الخاص ده بيتعمل في مصر؟ يعني في مواطن عادي يستطيع ان يجمع دليلا ثم يعني استهويته قضيه معينه حب ينزل يجمع دليل، جمع دليل، هل يؤخذ بهذا الدليل او رجال المباحث يتعاملوا مع هذا الامر بالجديه اللازمه؟ لا، هو انا اتعامل، انا كرئيس مباحث وزاره المباحث بتعامل مع كل المعلومات اللي عندي بجديه. اي معلومه تجيلي بتعامل عليها بجديه، مش هقدر اهملها، لان الاهمال ده ممكن يترتب عليه مصايب تانية. فلازم اتعامل مع كل معلومه تجيلي بالتليفون بالاسم بالشارع وانا ماشي كده بتعامل معها بجديه. طب هل في يا ترى في امكانيه لدخول مثلا موضوع المخبر الخاص ده؟ لا، من مصر. لا. ليه؟ لان الثقافات اللي عندنا في مصر والمستوى يعني التعليمي ما وصلش للدرجه ان انا اقتنع بان واحد مدني ينزل يقبض عليا. مفيش، يعني لسه ما وصلش لهذه الدرجه. على الاقل حتى في جامع الادله، ولا برضه في جامع الادله برضه مش هتلاقي اللي يساعدك. يعني هتلاقيه يقول لك ده بفلوس، ده جايب المعلومه دي فلوس. لكن يستطيع مواطن عادي انه اذا وجد دليل امامه بس بالمصادفه انه يروح، او بالمصادفه او الناس بتحجم، او بالبحث هو مع نفسه بيجيبها. ايوه، بس الناس بتحجم، بيقول لك يا عم وانا مالي، انا ايه اللي يدخلني في الموضوع ده، رجلي تيجي في القضيه. لا، ده كتير. بس في ناس يعني يبقى عارف ومطنش، يقول لك يا عم انا رجلي كده. في جريمه بتبقى مؤثره في الشخص نفسه. يعني في جريمه بتاثر فيا انا كراجل مواطن، واحساس لا ازاي ده يعمل، لا ده انا لازم اعرف، لا ده انا لازم اروح عشان ده حرام، كلام من ده. يعني بيقول لك زي ما يعني انسان شيطان الاخرس، ساكت عن الحق شيطان الاخرس. في ناس، لكن مش كله زي ما سيادتك قلت كده. فعلا يا عم انا مالي، هروح اقعد لي يومين في القسم، انا هروح ده ولسه ما اروح النيابه، ويجي في الاخر اعمل لي عداوه مع الواد، والعيال يجي يضربوني، والعيال فيحجم على هذا الكلام. لكن مفيش ما يمنع بالتليفون يدي لرئيس المباحث المعلومه، مفيش ما يمنع بجواب انه يدي فيها معلومه. يعني بقول لسيادتك على حاجه، 60-70% من كشف القضايا برضه بيعتمد على المواطن الموجود في ايه؟ في دايره الواقعه، او في موجود في مكان الواقعه. اللي هي المعلومات اللي عندهم يدوها لرجال المباحث. وفي نفس دي بتساعد كتير جدا تحديد الشكل، تحديد السن، والكاميرات والاتجاه موجوده في كل حته وبتساعد. دي قبل الكاميرات، كاميرات جت، وفي كاميرات ما بتجيبش. ما في كاميرات ليها المواطن مدى، هو اللي بيساعد في دي جدا، وده المطلوب، ده المطلوب، ده هو بيساعد لمساعده الغير، وفي نفس الوقت لكشف الجريمه. ده المطلوب من اي مواطن انه يلاقي حاجه يقولها، وظباط المباحث واي جهه امنيه. نحن نحس المواطنين الان انهم في حاله اي تتوافر لديهم اي معلومات عن اي قضيه ان هو يبادر بالابلاغ. وما فيش قضيه حتى لو معلومه عن معلومات ارهابيه، ده في ناس عندنا بتقول القضايا الارهابيه قضايا وجرائم. لا، مش ما وقعتش القضيه لسه، لم تقع. انا بقى تبليغ مسبق اللي هو استباقيه الضبط ده مهم جدا يا سياده.